ديستريكت 31 كان اسمها الأول سيلكت نانو، أنشئت سنة 2008، غيرنا الاسم إلى ديستريكت 31. حبينا ناخذ اسم اللي هو ما إلى أي دعوة في الشغل اللي نسويه نانا، اللي هو تجهيز أو تنظيف السيارات. We take care of cars the way women take care of their skins. ف we like to see إنه إحنا نحب نشوف شركتنا بالضبط كسبا. دائما الليديز السيدات ياخذون they go to hotels, they go to spas, they take care of their skins. احنا نحاول نسوي نفس الشيء مع السيارات. السيارة لما تجي نسوي عليها inspection. بعدنا المرحلة الأولى اللي هو غسيل السيارة، احنا we call it a touchless car wash. وبعدين نسوي فشي اللي احنا نسميه decontamination process. بعد ما تخلص السيارة من هاي المرحلة اللي هي الغسيل والتجفيف، السيارة ترجع إلى هالصفحة، يحطون عليها stickers اللي احنا نستخدمها في تجهيز السيارة حتى نحافظ على أشياء معينة من السيارة حتى لا يحصل أي دامج عن طريق شغلنا. هذا الشغل تقريبا يأخذ ما بين 3 إلى 5 أيام، إنه احنا نشيل كل أنواع الخدوش اللي موجودة على السيارة. There's no room for mistakes. We cannot make mistakes. هاي السيارات غالية جدا، عريقة جدا، الكواليتي لازم يتم، لازم يتم بنفس الفصيلة، نفس الطبقة اللي موجودة للسيارة. أسعارنا تبتدي من 5500 درهم. السعر هو موحد بس مو أهم شيء بالدنيا بالنسبة لنا. المهم بالنسبة لي رضا العميل أو صاحب السيارة، إن هو يشوف المجهود اللي حاطيه في السيارة. ابتسامة الشخص هو واصل يم السيارة، هاي بالنسبة لي أكبر شيء بالعالم.